بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا المرة اللي فاتت عرفنا ازاي ندخل على موقع او منصة ادمودو وازاي نسجل عليها كمعلم. طيب احنا كنا عملنا ايه؟ كتبنا هنا في شريط البحث ادمودو، بعد كده ضغطنا انتر، جالي مجموعة خيارات. بدأنا نختار اول اختيار عندنا يا جماعة زي ما احنا اتفقنا كده، اخترت ادمودو عشان يبدأ يدخلني على المنصة الخاصة بالتعليم الالكتروني وعمل فصول الكترونية، منصة ادمودو. طبعا هضغط يبدأ يدخلني على المنصة. بعد ما بندخل على منصة ادمودو بنبدأ نختار طبعا معلم، والمرة اللي فاتت سجلنا كمعلم. طيب تسجيل دخول، انا لو انا مسجل قبل كده هبدأ اعمل تسجيل دخول عشان أبدأ اخش على الحساب الخاص بيا كمعلم، وبعد كده هنبدأ نشوف ازاي ممكن اخش كطالب. طبعا انا كنت داخل بالحساب، كنت كاتب مستر عصام، تمام، وطبعا ده الرقم سري. تسجيل الدخول ده لو انا بدخل وانا مسجل قبل كده، وده كان في الفيديو اللي فات، ان شاء الله هحط لكم الرابط اسفل الفيديو وهيظهر في التلميحات فوق. طبعا ده اللي احنا وصلنا له، الفصل طبعا او اسم المستخدم عصام محمد فؤاد. طبعا هنا عملنا فصل واحد بس، كان فصل تانية رابع، تمام. لو انا ضغطت على الفصل هبدأ ادخل على الفصل الدراسي وابدأ اشوف كنا عملنا ايه في الفصل الدراسي. كنا ضفنا منشور، طبعا ده الفصل الدراسي عندي، ده رمز الفصل الدراسي، ده اللي هياخده الطالب وهيبدأ يسجل بيه عشان يبدأ يدخل عندي على الفصل الدراسي. كنا طبعا عملنا بعض مشاركات، لو انا رحت على المشاركات اللي عندي نبدأ نشوف. طبعا عندنا المرة اللي فاتت زي ما قلت كده انا كمعلم عملنا رسالة ترحيب، تمام، وعملنا استطلاع رأي، الكلام ده طبعا زي ما قلنا كده موجود في الفيديو السابق، وعملنا رفعنا ملفات وعملنا منشور، تمام، وعملنا اختبار، كنا عملنا اختبار وسميناه اختبار شهر مارس، تمام. طبعا كنا عملنا سؤالين بس كده وتعلمنا الكلام ده كله وتعلمنا ازاي نعمل اختبار. طيب النهارده بقى في الفيديو ده عاوزين نبدأ نسجل كطالب، نسجل كطالب. طيب انا هروح اخرج من الحساب كمعلم، هعمل له خروج، تمام، عشان أبدأ اخرج من الحساب ده ونبدأ نشتغل كطالب. طيب انا عندي هنا زي ما قلنا من الاول خالص انا بكتب في محرك البحث ادمودو وبختار اول نتيجة بحث، فبيظهر عندي الموقع بالشكل ده كده. ممكن نختار تيتشر او ستيودنت او بيرنت. طبعا زي ما اتفقنا يا جماعة انا لو عندي الموقع كله باللغة الانجليزية، طبعا هو اتعرب كده، لو عاوز اخليه انجليزي او اخليه عربي عشان طلابنا الحبايب كده لما يجوا يسجلوا يبقى الموضوع سهل. انا عندي هنا تحت خالص هنتلاقي عندنا اللغة، انا عندي هنا دي اللغة العربية، لو عاوز اغيرها للانجليزية بضغط واختار اللغة الانجليزية، عاوز احولها العربية بختار اللغة العربية، وطبعا لو هي موجودة باللغة الانجليزية بتبقى موجودة على الجانب الايسر. طيب هنخليها باللغة العربية زي ما هي ونبدأ نخش نسجل كطالب ونشوف هنعمل ايه النهاردة. طيب هختار طالب، فتحت لي الصفحة ديت، هبدأ اشوف يا جماعة زي ما قلنا كده برضو كالمعلم ممكن نسجل بحساب جوجل او نسجل بحساب اوفيس 365، تمام، او هنكتب من الاول خالص ونبدأ نسجل حساب جديد. فانا مثلا ممكن اكتب هنا مثلا محمد، ممكن اكتبه بالعربي او بالانجليزي محمد مثلا، وهنا هنسميه عبد الكريم. تمام، رمز الصف بقى هنجيب منين رمز الصف؟ رمز الصف اللي بيبقى بعته لي المعلم. احنا المرة اللي فاتت طبعا كمعلم كنت حفظت الرمز الصف بتاعي، قلنا حفظناه كبي دي اف، ممكن ان انا انشره على الطلبة بتوعي سواء عن طريق الفيسبوك او عن طريق مجموعات الواتس،
تمام. ممكن طبعا الكود يوصل سريعا للطلبة. طبعا انا هنسخ هنا الكود دوت تمام، وهبدأ اسجل بيه، هنكتبه هنا تمام. بعد كده هنروح هنختار طبعا اسم المستخدم. طبعا ممكن هنا نكتب اي اسم يا جماعة، نكتب مثلا باللغة الانجليزية محمد، اكتب مثلا محمد عبد الكريم تمام. وبعدين ابدأ اديله اي ارقام، مثلا 125 تمام، available متاح. يبقى انا ممكن اديله اي اسم، مش ايميل يا جماعة، لا انا بديله اسم مستخدم، اسم مستخدم عشان اما اخش بيه بعد كده يبقى اكتب محمد عبد الكريم تمام 125. وبعدين هنا البريد الالكتروني ممكن اكتبه او مش شرط ان انا اكتبه تمام، ده اختياري. نبدأ نعمل كلمة مرور، قلنا هنكتب اي كلمة مرور تمام تبقى سهلة، وطبعا هو بيقبل اي كلمة مرور حتى لو ضعيفة بيقبلها، بس احنا نحاول نصعبها شوية او نحاول نصعب الموضوع شوية تمام. هنقول له تسجيل مجاني. دخلت يا جماعة، نبدأ ندخل على صفحة الطالب. اول ما بدخل بيبدأ يجيب لي يقول لي عاوزين ندخل رقم الهاتف الخاص بولي الامر طبعا، او ادخال عنوان البريد الالكتروني ولي الامر. طبعا انا بقول له تخطي، لو انت عاوز تكتب رقم ولي امرك مفيش اي مشكله، عشان يبدا يدخلني على الصفحه بتاعتي. طب هو منين هيعرف الفصل؟ هيعرف الفصل يا جماعه لان انا حطيت له الكود. طبعا جاب لي الاسم هنا، ممكن طبعا زي ما عملنا مع المعلم ان انا اقول له عرض الصفحه الشخصيه وابدا احط الصوره الخاصه بيا وابدا اكمل البيانات بتاعتي، دي مفيش فيها اي مشكله. احنا عندنا هنا طبعا بنقول ده الفصل اللي انا موجود فيه. طب ازاي هو دخلني على الفصل دوت؟ دخلني على الفصل دوت لان انا استخدمت الرمز او الكود. طبعا هنا بنقول ان ده طبعا الكلاس الخاص بمستر عصام فؤاد تمام، وجايب لي هنا طبعا كل البوستات اللي تم نشرها، سواء كان ده مثلا رسالة ترحيب تمام. طيب انا ممكن اعمل ايه كطالب؟ ممكن ان انا ابدأ اعمل اعجاب تمام، ممكن ان انا ابدأ اكتب منشور تمام، ممكن اقول له مثلا شكرا لحضرتك مثلا تمام، ونضغط على تعليق. يبقى انا كده شاركت وعملت تعليق. طيب ممكن اجي هنا بقى في التصويت تمام، ممكن اختار مثلا جيد جدا ونضغط على تصويت. طبعا ليك الحق في انك تصوت مرة واحدة بس. طيب ممكن انا هنا اضغط طبعا واعمل تنزيل للملف الخاص بيا، ممكن اعمل له تنزيل او الملف المدرس دوت او المستر اعمله لي كمرفق. وممكن اخش بقى هنا طبعا اختبار، طبعا بيقول لي متأخر متحقق بالامس، لان انا طبعا كنت عامل الاختبار بدايته من امس، بس انا سايب الاختبار مفتوح تمام. هنقول له هنا تقدم للاختبار، هنضغط على تقدم الاختبار وابدا يا جماعه حل الاختبار بتاعي ونشوف الدرجه هتطلع ولا لا. جالي الاختبار طبعا، بيقول لي السؤال الاول تستخدم لغه HTML في انشاء صفحات الويب التفاعليه فقط، طبعا الاجابه كانت خطا، هنضغط على التالي. بعد كده بيقول لي لتحويل صفحات الويب الثابتة إلى تفاعلية نستخدم لغة إيه؟ هنقول له نستخدم لغة الجافا سكريبت تمام؟ وهنضغط طبعًا على هنقدم الاختبار تمام؟ ولو أنا عاوز أعمل مراجعة الاختبار القصير يعني ممكن أضغط هنا كده وأبدأ أشوف الأسئلة بتاعتي تمام؟ هذا السؤال الأول صح، السؤال الثاني برضه صح تمام؟ يبقى كده ممكن إن أنا أحل الاختبار وأنا قاعد في البيت ويبدأ المعلم يبدأ يشرح أو يبدأ يتعامل مع الاختبار أو مع نتيجة الاختبار تمام. نعمل رجوع. طبعا هنا هنطلع على الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية هنبدأ نشوف الاختبار، نتيجة الاختبار طبعا موجودة عندنا تمام. يبقى انا كده يا جماعة عملت حساب للطالب تمام، واي حاجة هيطلبها مني المعلم هتبقى موجودة هنا في المنطقة القادم تمام.
ده اللي هيبقى موجود. حتى لو المعلم طلب مني بحث او اي حاجة، طبعا هيطلب مني الكلام دوت هنا، وهنبدأ نقدمه عادي خالص. هنبدأ نقدمه ونرفعه زي التعليقات كده. انا ممكن اكتب هنا التعليق اللي انا عاوزه، تمام، وممكن ان انا اعمل ارفاق لاي ملف، تمام، او اي صورة داخل التعليق. الفيديو القادم ان شاء الله، الفيديو القادم هنبدأ نشرح كيفية طلب البحث من الطلاب، وكيفية تقديم البحث من الطلاب، ازاي الطالب يقدم البحث ده للمعلم الخاص به. وياريت نكون استفدنا من الفيديو دوت، وما تنساش تشارك الفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتضغط على زر الجرس، ولو عجبك الفيديو اضغط على لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.